الباب اتقفل ما عرفتش افتحه. ما تخافيش انا معاكي. مين دي اللي تخاف؟ انا اترعبت بس. الست دي جباره. خديجه هانم؟ محدش عارف. عملت حاجات حلوه وعملت حاجات تانية وحشة زيها زي أي حد. زيك؟ ده الشباك اللي كانت بتبص منه على المملكة بتاعتها. ياسا قبل الساعة 3 تكون مبلغ كل الناس بالحفلة. اسم اسم. تحت أمر حضرتك. وانت عارف هتلبس البدلة المخصوص، تتكلم وانت مبتسم وتبص في الأرض. تحت أمر حضرتك. هو ايه الحب يا سيدي يوسف؟ ويبدو أن الحب هو شجرة الخلد، وهو الملك الذي لا يبلى. الله، حلو قوي. بس ده كلام يخوف. مش كل اللي يخوف وحش. ليلى، يوسف ابني. ما لبستيش ليه زيهم يا بامبا واتنكرتي؟ ماني متنشكره خلقه اهو يا يوسف بيه. فين نادرة؟ محبوسة. طيب أنا هنزل لها وأنت شغلي خديجة هانم وزكريا. ياسا ممكن تندهلي النبي لو سمحت؟ تحت أمرك يا بيه. شكرا. يا نبوي، أنت يا نبوي. إيه؟ إيه؟ كلمي يوسف باشا. يوسف باشا؟ إيه؟ ليه؟ عملت إيه؟ مين قال له حاجة؟ تعالي وانت ساكت ما تسالش. والفانوس المتعوس متعوس يا نبوي. يلا تعالي. تعالى يا نبوي. شكرا يا سقف الباب. امسك ده لف. هتفضل لابس ده وهتقف عند السلم تحت النجفه بالظبط. خلاص. واول ما خديجه هانم تشاور لك او اي حد يشاور لك تعمل كده. وريني تعمل ازاي. لا ده يفضل مقفول. طلع ايدك اعمل كده بالظبط وده على وشك.
استنى. مش عايزة تشوف الحفلة؟ لا. ليه؟ دي مليانة عرايس حلوين، هختار منهم واحدة. مبروك، نجي واختار. طيب تعالي نقي معايا. مش عايزة. تعالي. أنا ممنوع أطلع. مفيش ممنوع، محدش هيشوفك. يلا. قلت لها لو ما طلعتيش معايا أنا هقفل الباب ده وهفضل هنا جنبك. لا خلينا لا. للصبح بقى. طيب طيب طيب. يلا. ايه رأيك في دي؟ عفش. ايه؟ طيب ايه رأيك في دي؟ قمر اهي. قمر ده عفش من التاني. معقولة؟ طب انا هقولك بقى، هي فين هي فين هي. عرفتها، هي دي. حلوة. ايه وحشة؟ انا راجعة اوضتي. لا استنى، ايه ده؟ انت حافية؟ ايوه بفردة وحدي. سبحان الله، يبقى انت سندريلا. سندريلا مين؟ عروسة برضو جديدي؟ لا، سندريلا للامير اختارها. ما تعرفيش الحكاية؟ لا ما عارفش. طيب تعالي احكي لك. خديجة هانم هتدور وهتقلق عليه، والدور دي ابوي هتجيب اجلي واجلك، اجل حضرتك. لا ما تخافيش، ما انا سايب يوسف تاني مطرحي. تعالي. يوسف تعالي. شكلها عجبته. برافو علي. خليك براحتك، خليك. خلاص كفايه كده، الدنيا ليلت. لا لسه، انا عايز اشوف الاوضه دي. لا الاوضه دي مش هينفع. ليه كده؟ مش هينفع وخلاص كده. براحتك. استني. طب استني بس، اتقمصت ليه؟ مش عايزه اتفرج خلاص. طيب خلاص ما تزعليش، تعالي. لا مش عايزه اتفرج. خلاص براحتك. براحتي. طيب براحتي. طب استني استني بس. تبقى اوضه مين دي؟ اوضه نادره. يا عيني، كانت اوضتها قبل ما ينزلوها تحت؟ مش يمكن رجعت فوق تاني؟ يعني ايه؟ يعني الحكايه لسه ما خلصتش. تعالي. هتعيش معايا العمر كله يا يوسف؟ ايه اللي خلاك تقولي كده؟ كل اوضه وليها احساسها، والاوضه دي فيها حنين عجيب، عشان كده بخاف ندخلها.
صور نادرة فين؟ ما كانش أيامهم في تصوير. طيب ما خديجة هانم ليها صورة؟ لا دي مرسومة رسمها لها نوار باشا عن طريق رسام فرنساوي. نسيت إنها نادرة بنت زكريا. كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في مرة أمير بيدور على عروسة زيك كده؟ عمل حفلة كبيرة قوي وعزم فيها كل البنات. أيوة. وكان في بنت زي القمر نفسها تحضر الحفلة، لكن مرات أبوها كانت ست شريرة، خدت بناتها وسابتها هي في المطبخ تخدم وتكنس وتعيط، لحد ما جات لها الساحرة الطيبة لبستها أحلى فستان وودتها الحفلة في عربية حلوة قوي، بس كان عندها شرط ترجع قبل الساعة 12. الأمير شافها وحبها دونا عن كل البنات. يا بختي. الساعة دقت 12، لازم ترجع وترجع الفستان للساحرة الطيبة. جريت وفردة الجزمة وقعت منها. الأمير فضل يدور على صاحبة فردة الجزمة ولف البلد كلها لحد ما لقاها واتجوزها. بس دي فردة شبشب مش جزمة. مش مهم، المهم انه حبها هي. أمه تزعل بس هو هيفرح. أنا نادرة بنت زكريا. وأنا يوسف نوار اللي عشق نادرة بنت زكريا. تعرفيش نبوي فين؟ لا. نبوي فين يا خلبمبا؟ معرفش، كان واقف هنا من شويه قدام عين. امال هيكون راح فين؟ أرجع تحت أحسن. نمتي؟ يوسف فين؟ أنا اللي عارفة يوسف بيه فين. في إيه؟ هقول لك حاجة. أنا عايزة أقعد هنا. اتفضل. أنا اخترت خلاص. اخترت مين؟ اخترتك.
العين ما تعلقش على الحاجب. الحب بيخلي العين في العين. وأنا بحبك. أنا مصدقة إني بحبك. ليه جبتيني هنا؟ هنا مكان اللقاء. هنا بيتلاقى الأحباب. أنا بحبك يا نادرة. يوسف! عملتها يا ابو سلمى؟ ابو سلمى؟ ابوكي؟ افتح هتسيب حماك واقف على الباب. خير. مساء النور. هسيبكم مع بعض بعد ما اعرفكم. فاروق بيه والدي وحبيبي، يوسف التالت، هدى هانم والدتي. اهلا وسهلا. ازيك يا ابي؟ الحمد لله. طيب هسيبك انا مع بابا وهاخد ماما واروح الاوتيل. ما تخافش بابا، انا عايز اعيش في القصر ده مع الشاب المجنون ده. يا بنتي ده شكله غريب الأطوار. أيوة قاطر متسلسل. أنا قلت عليه كده أول ما شفته، بس بحبه وهتجوزه. سلمى بنتي بتحبك أوي. ربنا يخليكم لبعض يا فندم. كلنا مدام هي بتحبك هنحبك عشانها، مش عشان حاجة تانية. لازم أحب جوز بنتي، ولازم كمان أخليه زيها محبوب وزيها في كل حاجة، مش من بره بس، لا دي لازم تبقى حقيقة. القصر ده هيبقى بتاعك يا يوسف. انا طبعا شرف ليا ان اتجوز سلمى، بس انا ما طلبتش من حضرتك حاجه. بقول لك ايه، ايا كانت الحكايه اللي انت بتحكيها دي صدق ولا كذب مش مهم بالنسبه لي. انا المهم بالنسبه لي ان بنتي تتجوز صاحب القصر. بس انا لسه مش صاحب القصر، انا الوريث، وهي مساله وقت والدوله تستلم. مش صحيح. انت صاحب القصر يا يوسف. فكر واحلم، شوف نفسك في ايه هيبقى حقيقه. الانسان كده اتخلق عشان يحلم ويحقق اللي حلم بيه. وافرض ما كانش في قصر وبنت حضرتك كانت عايزاني، برضو كنت هخليك زيها. هو كده الراجل اللي هيشاركني في بيتي لازم يبقى كده. انا بالنسبه لسلمى باباها الطيب اللي مش هيقولها لا على اي حاجه. اما بالنسبه لك، انا الراجل اللي داخل معاك صفقه كل ما يملك وأغلى ما يملك. بس أنا لسه ما نملكش أي حاجة. تملك قبل القصر الصراحة، إنك تبقى صريح معايا. الصراحة دلوقتي حلوة جدا، تخليني أقدر أقف جنبك كويس مهما كان، حتى لو كنت مجرم، وأنا واثق إنك مش كده. وافرض إن أنا كنت مجرم؟ لو صرحتني دلوقتي هبقى شريكك في الجريمة بكل قوتي، ونكمل سوا براحتنا. أهم حاجة الصدق، إن الكذب مع الوقت مش حلو. مع الوقت سلمى هتزعل وتتغير، لأنها ما بتعرفش تعيش في كده. ولو سلمى زعلت وتغيرت أنا مش هسامحك. حضرتك ضيفي، تحب تشرب إيه؟ هيكون عندك إيه تشرب غير شاي؟ ماليش تقول عليه، ما بحبوش. شوف حضرتك بتحب إيه؟ بحب سلمى بس، وهي بتحبك وعايزاك، وأنا موافق وحاملها كل اللي هي عايزاه. طول ما هي بتحبك انت حبيبي. كلمني بقى عن نفسك شويه، عايز اسمعك. فريدي طلع مجنون، تقابلي واحد واقف قدام قصر تقومي تتجوزيه؟ فريدي اي حاجه، كذاب قتل قتلة. يطلع زي ما يطلع، القلب اختار يا ست الكل. انت بتحبيني وانا بحبه، ومحدش فينا هيكسر قلب التاني. وبعدين اللي معاه ربنا يمشي على الميه. ارضي بقى يا ام سلمى عشان خاطري، عشان خاطري. ايوه يا متر، عايزك تجيلي بكره الصبح ان شاء الله اسكندريه انت والكروب بتاعك كله،
هتقابلوا يوسف بيه خطيب بنتي، تقعد معاه تفهم منه التفاصيل القضية بتاعت القصر وتخلصها لي في اسرع وقت وباي ثمن. لو احتجت حاجه هتلاقيني في الاوتيل اللي بقعد فيه دايما. باي. ايه قضيه القصر دي؟ قضيه ان القصر يبقى ملكك مش ملك الدوله. اشوفك بكره. طول عمري واثق فيكي وفي اختياراتك. الولد يا هدى هايل، واثق من نفسه، كلامه قليل ومش طماع. انا انبسطت قوي معاه وقلتها له، احنا النهارده كسبنا ابن جديد. قلبك الحلو ده ما يعرفش يختار الا كده. طب قول لها يا بابا بقى وطمنها. بجد يا فاروق؟ بجد؟ هو الكلام ده فيه تهريج يا هدى؟ وانا هبقى عايز ايه غير ان سلمى تبقى مبسوطه ومع حد محترم كمان؟ عموما النهارده اطمنت وطمنته. أنا حلفت لو ابني جرى له حاجة هقتلك، بس الحمد لله أني فتحت واتطمنت. تاخد بنتك وترجع بلدك عشان العيش والملح وعشان ابني لسه بخير. حاجة تخطر في بالك قولي أختي لأمي ما ولدتهاش هنا. عارفة، ربنا يعلم محبتك. خشي يا أصداف من البرد وبلاش تلبسي اللي بيلي على الضيق، بيجيب الأذى. ليه؟ ونسيبه لمين؟ خلينا نلحقه نلبسه دلوقتي قبل ما ننزله تحت. تحت ما فيش لبس ذهب يا أختي. طب خشي خشي. سلام. مش انا درجي ورايا يا رايا ليه؟ قلت لك صاحبتي. وانا اتكلمت قاعده وحديها صاحبتك دي صح؟ معرفش. طب قدامي اكشف يا سيدي اكشف. ولو اني عارف خسرانه. ها مش تصبر، حاسس انك كسبانه. مش دلوقتي، لسه ما انش الاوان. يعني انت بتعرف الغيبه يا جدع؟ 3 5 4. انت كسبت 100 جنيه. يا جدع امشي، مش ناقصك خفه الدم. يا عم كسبت 100 جنيه، كسبت 100 جنيه. وحياه ابوك. وحياه ابويا. ينصر ابوك، يعمر بيت ابوك، يدي ابوك الخير كله. البساطي كسب، البساطي كسب يا ولاد الكلب، البساطي كسب يا جدعان. كسبت اللوتريه يا شيخ زهار، كسبت اللوتريه. حرام في حرام في حرام. هنمنجهوك وهنكسوك، هنأكلوك لحم وطرب ونيفة، هخليك تقول حلال في حلال في حلال. يا سبحان الله، الزهر لعب ويا الآلاتي، جاءت الدنيا إلى المفلس العدمان. هنصنع تياتر عظيم وهنضموك للفرقة مراجعا ومنشدا للأشعار يا شيخ زهار. بس يا قلق، تياترو إيه يا فاجر يا فلات؟ بل مرسح للجمال والفن يا صديقي، تصدح فيه الألحان والنفس درويش وبديع. الله الله، فليوفقك الله.
دلوقتي فليوفقك الله. مش كان من شوية حرام في حرام في حرام؟ أيوة يا أخي ربنا يوفقه. الرجل يريد أن يقدم فناً هادفاً وراقياً وينشد الخير. هادفاً وراقياً مين؟ ده البساطي. الفن لا يضمر شراً يا سيدنا الأفندي، هكذا قال المدعو شكسبير. عفارم عليك يا شيخ زهار، هنعمله عطيل مسخرة، هنقلبه هملة أرجزة، هنسحره الجمهور. صوتك جايب آخر البحر يا بساطي. مالك؟ الحق يا علي، ربيب الفقري طلع في العلالي وكسب اللوتري بالذمة. أيوه يا جدعان، أخيراً يا بساطي. حبيبي وشريك يا بحر، مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيه. الله، المتعوس وخايب الرجاء. يبقى نحققوا الحلم بقى يا بساطي، نعملوا مرسحية ندرة الوجود. إيه ندرة الوجود دي يا بحر؟ قصة حب. قصة حب يا أخوانا كلها رقص وغنى عن اللي حب ولا طلشي، وإزاي جناني القصر حب الأميرة اللي حبها الأمير. هلس في هلس، ليه ما تعملش عن الثورة؟ الدنيا بتتحرك والبلد بتتغير. مال الجمهور ومال الجد؟ البلاد بتتغير آه، لكن الجمهور لا، الجمهور عايز يضحك. واني نعوز نكسب، مش عايزين خراب بيوت. وأين دور الفنان يا فلاتي؟ وماله الفن يا شيخ زهار؟ فن بحر واسع. مين قالك إن المزيكا والحب والغرام مش فن؟ ده رفاهية، البلد دلوقتي محتاجة صوت ينجدها. وأنا عايز أصرف المية جنيه ترجع لي 150 جنيه، مين يضمن لي أعمل اللي أنت بتقول عليه ده يرجعوا لي تاني؟ هو صحيح الفن بحره واسع وتعددت ألوانه فعلاً، بس شرط إنه يفضل فن. والموسيقى والخيال والرقص بيهذبوا النفس وبيملوا الجيب يا شيخ زهار. وبريت ندرة الوجود. بس مين تلعب دور ندرة؟ صدف، أصداف، الوسط النحيل والطرف الكحيل. مرسح، وأنا مالي ومال المرسح؟ أنا ست محترمة بنشتغله في كرخانة، عايزني نقله إمتى على آخر الزمن ونشتغله في مرسح؟ المرسح هو المستقبل. وهنعمله في إيه؟ هتغني، هترقصي، هتحفظي المونولوج وتعملي الشخصية. شخصية مين؟ نادرة، نادرة الوجود. اخفى من قصادي دلوقتي يا بساطي، اخفى. يا ستي، يا ستي اسمعيني. سمعت الرعد في ودانك؟ تقلي إيه انت عن زكية حسن منصور؟ وتطلع مين الدلعه دي؟ منيرة المهدية، صاحبة مالها نزهة النفوس، وقفت على المرسح جنب عزيز عيد وعملت دور حسن. حسن مش نادرة؟ عايزين نطلعوا على المرسح نعمله حبيبة علي؟ اخفى من قدامي دلوقتي يا بساطي، بدل ما تكفي على معايا ونأذوك. اخفى. اخفى انت يا بساطي. وحشتيني برضو. لا، عاوزني نبقى نادرة يا بحر؟ عاوزني نقتلوك ويقولوا قتلت حبيبها؟ ده حلم عمري يا أصداف. ينقصف عمرك على عمرها. انش من هنا دلوقتي يا علي، هصلك. نادرة، حد أذى نادرة؟ يعني أول اسم تنطقه اسمها؟ أنا هتجوز نادرة.